النادي الأهلي. لسه احنا قدام حضراتكم متواصلين معاكم في تغطيتنا الخاصة والحصرية لمباراة السوبر الإفريقي برعاية موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه جيا. قدام حضراتكم على الشاشة المملكة أرينا ومنطقة المشجعين اللي فيها كل الخدمات اللي انت نفسك فيها. على فكرة بص كده على الجنبين يمين وشمال، متوفر كل شيء للجماهير علشان الناس تروح تتبسط، يعني هتاكل وهتشرب وهتتبسط وهتتفرج على ماتش ان شاء الله باذن الله يكون حلو. النقاط اللي انا بكلمك فيها دي مهمه عشان هي بتاخدنا لجزئيه لها علاقه بصناعه كره القدم. هي ترفيه اي نعم، ولكنها في ذات الوقت هي امور لها علاقه بالصناعه، والصناعه بتحكمنا في الأول وفي الآخر إن هي توصلنا لمستوى أبعد في كرة القدم. الله على الجمال والله على الحلاوة والمنظر وشكل الملعب من كل حتة وكل مكان. أنا سامع كمان في وداني صوت الجمهور بس مش عارف ده فين تحديدا. ما تجيبولنا يا جماعة نشوف جمهور الأهلي ونشوف جمهور الزمالك ونعيش جوه الأجواء. الساعة 7 إن شاء الله بإذن الله بتتفتح الأبواب للجماهير تبقى موجودة، إنما موجود الأهلي وموجود الزمالك وحاضر كلا الجمهورين. يا رب تبقى ليلة حلوة، يا رب نتبسط. على فكرة ده الملعب من بره، اللي حوالينه دي منطقة المشجعين، واللي انتوا شايفينه مظلم قدامك ده هو ده الملعب، بس هو إيه مغطى. هذا الملعب لمن لا يعلم هو رقم 1 في موسوعة جينيس، دخل موسوعة جينيس كأكبر ملعب لكرة القدم مغطى بالكامل، وفيه سعة وفيها سعة يصل إلى أكثر من 30,000 مشجع هيكونوا موجودين. شهد العديد من اللقاءات والمباريات المهمة في موسم الرياض زي البطولة اللي كان موجود فيها الهلال وإنتر ميامي، وكان موجود سوارز، وكان موجود ليونيل ميسي نجم الكرة الأرجنتينية والكرة العالمية. كل دول كانوا موجودين في هذا الملعب وفي هذا المكان. إن شاء الله بإذن الله نجومنا نجوم الأهلي والزمالك يبسطونا ويمتعونا في هذا اللقاء. إيه اللي ممكن يخلي فيه تحفظ من الفرقتين يأثر على الأداء يا كابتن بركات؟ لا تحفظ لو كل فريق دلوقتي حط في دماغه ان انا في بداية موسم ومش عايز اخسر مباراة مهمة في بداية موسم، لان انت عارف خسارة مباراة ديربي في بداية موسم دي بتهمت شوية. يعني دي بتهمت. بنقول دايما مباراة السوبر الافريقي اللي بتكسبها في البداية بتديك دفع على مدار الموسم وبتبدأ الموسم بتاعك ببطولة. فلو كل واحد هيفكر ان هو يخسر بطولة فهيهمت، فهيبقى كل واحد قاعد مش عايز يخسر. في الحالة ديت ممكن تشوف مباراة مش حلوة، واحنا واحنا عايزين نشوف مباراة حلوة. ما تزعلناش بقى يا جماعة. مش جايين بقى من آخر الدنيا عشان تزعلناش بقى.